رعاية السيد جورج أبو خضر، احتفل النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان بعيد رفع الصليب المقدس بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية ودبلوماسية وجمع كبير من المؤمنين. وبعد أن تلى الأب أثناسيوس قاقيش الدعاء الافتتاحي، ألقى رئيس النادي إيليا وكيلي كلمة عبر فيها عن سعادته بتزامن هذا الاحتفال مع الذكرى 70 لتأسيس النادي. ثم ألقى الأب خريستوفورس حداد كلمة معايدة نيابة عن سيادة المطران خريستوفورس عطلة، مذكرا فيها الجميع بأهمية الصليب الذي كان عربون محبة من الله للإنسان. كما ألقى السيد جورج أبو خضر كلمة شكر فيها النادي على اختياره لرعاية هذا الاحتفال. وبعدها قام جوقة القديس جوارجيوس الكرك وكورال الكلمة الأرثوذكسية بإثراء الحفل بلوحة فنية رائعة من التراتيل البيزنطية التي تخص هذه المناسبة المباركة. موسى لما رسم الصليب ضرب بالعصا مستوية فشق البحر الأحمر وأجاز إسرائيل ماشياً، ولما ضربه مخالفاً ضمه على فرعون ومركباته ممثلاً بصراحة السلاح غير المقهور، لذلك نسبح المسيح إلهنا لأنه قد تمجد. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. المجد لك أيها المسيح يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. يا صليب المسيح، يا من قبلت الدم الإلهي المسفوك عليك، أنت بارك وقدس وارحم جميع الحاضرين ها هنا، حافظا إياهم من كل الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ليحيوا بسلام وأمن عاملين وصياك وممجدين اسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد أمين. يقول الكتاب المقدس ما أجمل أن نلتقي الإخوة معا، إننا نجتمع اليوم في هذا السرح العظيم نادينا الأرثوذكسي والذي يحتفل كما في كل عام بعيد الصليب المقدس، واليوم أيضا كما تكلم الإخوان يصادف مرور 70 عام على تأسيس النادي، أو بالأحرى 100 عام على تأسيس النادي الأرثوذكسي من أصل نيافة. هذا النادي الذي نجح منذ مسيرته في تحقيق أهدافه الاجتماعية والرياضية والثقافية وتحقيق وتقويض الروابط بين الجميع بمحبة خالصة، وكما جمع المسيح في صليبه ويديه المستبطتين عليه كافة الأمم من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب، هكذا يجمع نادينا الجميع دون تعصب أو انحياز، لأن مسيحنا واحد وصليبنا واحد. اليوم بعالم مضطرب بالآلام ومبتعد عن الحياة المسيحية، عن الحياة بالرب يسوع، بعالم عمالها بتتآكلوا الدهرنة، بيتآكلوا خضوع الإنسان للخطيئة، اليوم الكنيسة بتحيي تذكار رفع الصليب الكريم في وسط العالم لحتى تعلن للعالم، تعلن للشعب المؤمن إنه بدون حياة الصليب ما بيكون في ملكوت سماوي. حياتنا في الملكوت بنعبرها فقط من خلال عيشنا للصليب الكريم. عيشنا للصليب الكريم يعني بحياة المحبة اللي بتملأ قلوب وقلب الإنسان المؤمن. حياة المحبة هي تجعلني أتقبل ضعف الآخر، أتعامل معه، أحبه مثل ما هو بدون أي إشكاليات ولا بدون مصالح شخصية. أحب المسيحي، أحب أخوي الإنسان اللي هو صورة المسيح على الأرض، ومن خلال أخوي الإنسان أنا قادر أعيش في قلب ربنا.
وفي ختام الحفل بارك الآباء الكهنة ثمار الرمان وإضاءة شعلة النار طالبين من الله أن يحفظ ويبارك الجميع.